Hola. Hola, hoy cocinaré harira. السلام عليكم الدراري، معنا في حلقة جديدة. هاد المرة غادي نطيبوا الحريرة. يلا سيدي، كتشهوا الحريرة ما كتعرفوش تطيبوها، كتجيكم صعيبة. تفرج، دير جيم، دير سبسكرايب، ومرحبا بك معنا. لهذا غادي نحتاجوا الحمص، المهم ما عنديش فين نرقدها، خليتها ليلة واحدة في الماء باش تطلق. كنزولوا لها داك القشور ديالها. واحد تقريبا 100 غرام ديال اللحم، ما بين 100 و 200 غرام. يمكن لك ما ديروش الا كنتي طالب ديال طالب. ثلاثة مطيشات، بصلة كبيرة، أنا ما عنديش بصلة كبيرة، درت جوج صغار، قزبور، معدنوس، كرافس، شي ثلاثة معالق كبار، جوج معالق كبار كل حاجة. واحد 75 غرام ديال الرز، 70 غرام ديال الرز بحال هكا تقريبا، كل قد اللي بغيتي. 70 غرام ديال العدس، 70 غرام ديال الشعرية، الزيت، الفارينة باش في التالي نتقلوا الحريرة ديالنا. انا كتعجبني نزيد لها شويه ديال المطيشه ديال الحك، ولكن الا ما بغيتيش انت حر انت حر انت حر. مطيشه كونسونطري غنديروا منها شي ما بين معلقه كبيره وجوج معالق كبار. والعطريه معلقه صغيره ديال الزبده، نص معلقه ديال الابزار، ثومه راس ولا جوج ديال الثومه، انا ما عنديش ثومه، عندي غبره، درت الثومه غبره، واحد نص معلقه صغيره، ونص معلقة صغيرة ديال الحمار، معلقة صغيرة ديال سكينجبير عامرة، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. نبداو سير على الله، نبداو على بركة الله. قطعوا هاد اللحم، هذا بصلة كنديرو لها بحال هكا، كنشدو مطيشة كنقطعوها مزيان وكنطحنوها ابخي كنعصروها. بعد ما طحنا مطيشه ديالنا غادي نحطو الحمص. مطيشه اللي طحناها، بصله، قزبور ومعدنوس وكرافس، اللحم ديالنا، العطريه والزبده، 70 غرام ديال العدس، ما بين 50 70، مطيشة د الحك الا بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش بلاش شويه، وجوج معالق ديال مطيشة كونسونطري. كنزيدو عليهم جوج لتر د الماء، وكنزيدو الزيت بيان سور، كنخلطو كنخليوها في العافيه. الا كانت عندكم كوكوط كتخليوها نص ساعه، كانت عندكم كسرونه ولا طنجره بحال هذه كتخليوها ما بين 50 دقيقه حتى لساعه. نرجعو من بعد ساعه، نرجعو من بعد ساعه. سنعود بعد قليل. كما كتشوفون من بعد ساعه درت جوج معالق كبار ديال الفرينه، وافيين عامرين مزيان، كنزيدو عليها الماء و او ميم طو كنخلطو، خصها تجي شويه جاريه، نخلطو مزيان. دونك هي من بعد ساعه ديال الطياب كيف كتولي، كنزيدو لها ما بين 50 و 100 غرام ديال الرز على حسب الكونتيتي اللي بغيتو، والشعريه حتى هي ما بين 50 و 100 غرام، انا درت هنا 70 غرام. كنخلطو وكنخليوه 10 دقائق. ابخي 10 دقائق غادي نديرو لها الخليط ديال الفرينه مع الماء، وانا كيعجبني نزيد لها قزبر معدنوس حتى لي كاع كتجي زوينه. نرجعو من هنا 5 دقائق، المهم بعد ما خلينا 10 دقائق ديال الطياب كنقبطو الفرينه ديالنا اللي خلطنا مع الماء، كنبقاو نكبو شويه بشويه او ميم طون كندورو، خصنا نبقاو ندورو ندورو
نبقاو ندورو فيها واحد 3 دقائق، ما بين 3 و5 دقائق، باش الفرينة ما تلصقش وما تلصقش مع لي بات و لي زانغريديون اللي عندنا لداخل. ابخي ما غادي نساليو نزيدو قزبر مع النوس الا بغينا، وغادي تكون الحريرة ديالنا واجدة. ها هي كيما كتشوفوا، بعد ما دازت 3 دقائق وحنا كنخلطوا الفرينة معاها، نزيدو لا قزبر مع النوس الا بغينا، وهي راه واجدة. بصحة، طفيو عليها. انا كتعجبني كتكون عامره شويه، ما كتعجبنيش خفيفه. دونك عليها اصلا كندير الرز والشعريه، اما نورمالمون هي الشعريه كافيه، كلها الرز، سواء الرز سواء الشعريه. الصحه والراحه. هي طابس، هي واجده، هي طابس، هي واجده. كاين الحريرة، كسرونا هاد الحريرة، راه الحريرة سيمانة دوزها الحريرة الحريرة الحريرة، رمضان خرج عاد حنا بنتنا الحريرة.